السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رائد عناوين اخبار السودان اليوم الاحد 30 اغسطس 2020. بحضور ألمع نجوم المجتمع، مبادرة توصلني لترحيل طلاب الشهادة السودانية تعقد اجتماعها الاول. مطالبات بفرض حالة الطوارئ بسبب الفيضانات. إضافة مواد دراسية وتغييرات جذرية وجوهرية في مناهج المرحلة الابتدائية. تدشين شرطة البرغ الخاطف لملاحقة العصابات بالخرطوم. النيل يقترب بقوة من شنبات ولجان المقاومة تطلق نداء استغاثة. السودان يبحث التعاون المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالخرطوم. تقرير المؤسسات العدلية إحفاءات تثير الجدل. مجلس الوزراء يكون لجنة تحقيق حول إلزام مصدرين الماشية بالشحن بالصف. معاليات فنية لحماية محطات المياه من الفيضان. ولنهر النيل تستنجد بالمنظمات والجهات الخيرية لمواجهة كارثة الفيضانات. مراكز أفريقيا تمتدح التقدم في منبر جوا. القبض على 5 نظاميين سابقين انتحلوا صفة لجنة إزالة التمكين. بالفيديو مقترب قادم من السعودية يكشف عن سرقة أمتعته بمطار الخرطوم. الدفاع المدني أوقفنا الفيضان بالقرب من القصر الجمهوري. جنوب كردفان تحديات تواجه الثروة الحيوانية. حكومة كسلة تحذر كل من شارك وخالف التوجيهات مرصود ومعروف. حملات تفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار في الخرطوم. وزارة العمل تسلم حملة نفير خيما لإيواء المتضررين. لجان المقاومة ومبدأ تستنكر التعدي على مكاتب التحصيل الموحد. التلفزيون القومي يتجاهل زيارة رئيس مجلس السيادة لمتضرري السيول والفيضانات. ألفان وخمسمائة كرتونة مواد غذائية للمتأثرين بالفيضانات في الخرطوم. اجتماع مشترك يحسم توظيف الشباب في شركات البترول بغرب كردفان. فيضان النيل يغمر شارع الجامعة في قلب الخرطوم من اتجاه كوبري المكنمير. كآخر ملف للسلام، التطوع على اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات. تجمع المهنيين السودانيين والاتحاد الموحد يتفقان على هيكلة الحرية والتغيير. عرمان، التطويع لم يكن ممكنا دون انتصار شعبنا على نظام الانقاذ الفاشي. الخرطوم تشهد أعلى معدل فيضان في تاريخها الاثنين.
هيئة محامي دارفور تلتقي الإمام الصادق المهدي. دعوة قضائية ضد المجلس السيادي وأعضائه العسكريين والتغيير لعدم تشكيل التشريعي. مئة وسبع حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. تخفيض تعرفة المياه في ولاية الجزيرة. بعد التوقيع على آخر البروتوكولات التعايشي وضعنا الحصان أمام العربة. حمدوك يبعث برسالة لأهل كسلا، هذا الوضع لن يطول. مانيس يشيد بدور الجيش الأبيض في المحافظة على صحة المواطن. والي كسلا اتصالات مع المخزون الاستراتيجي لمعالجة شح المواد الغذائية. لجان مقاومة نتعرض للاستهداف وجهات تزعى لإبعادنا عن الأهداف الرئيسية. وللجزيرة التغيير ليس من أجل التشفي ولا الانتقام. حمدوك إلى جوبا اليوم لحضور مراسم توقيع السلام مع الحركات. أديب للسوداني أصدرنا إعلام مثول لكل من له صلة بفض الاعتصام. الوساطة تجدد الدعوة لعبد الواحد نور للالتحاق بالسلام. السودان الفرنسي يعلن إطلاق الفيزا كارت. مذكر للسيادي من 3 ملايين عائد ومهجر من الجنوب. مشهد بطولي نادر، شباب توتي يشكلون ترس بأجسادهم للتصدي للفيضان ونصب جوالات الخيش. السودان يدعو لتدخل رؤساء الحكومات بمفاوضات صد النهضة. البروفيسور عون قندير رئيس للاتحاد الدولي للإعلاميين. وزير مالية السابق البدوي يغادر البلاد. قلق وترقب في انتظار استثناء السودانيين. الصين تسمح لرعايا 70 دولة بدخول أراضيها بعد الكورونا، ليس من بينها السودان. النيل يسجل أرقام قياسية و967 مليون متر في محطة الدم. اجتازوا رهبة الكورونا قبل الامتحان، 6 تلاميذ يجلسون لشهادة الأساس السودانية في بكين. تقرير في عام الثورة الأول الإسلاميون بين الملاحقة أو الاحتغال. تزع طاهر سبتمبر استئناف الدراسة بجامعة القرآن وتحصيل العلوم بالجزيرة. موظفة تكذب والي نهر النيل بشأن تبديد الإنغاز لأموال الزكاة وتفجر مفاجآت. إحجام تجار العملة عن البيع واختفاء السريحة.
اعتماد المجلس الطبي التاسع عالميا. موجه رسالة لناس مدارس ولساتك، الدعم السريع، أصوات نشاز تريد زرع الفتنة بين القوات المسلحة والمواطن. توقيف 57 متهم بتخريب الاقتصاد الوطني. لتحسين أوضاعهم، وقفة احتجاجية للعاملين بمجلس الصحافة اليوم. إدارة الصيانة ترفع درجات الطوارئ بالطرق القومية. وزير الري والموارد المائية دكتور ياسر عباس، طريقة التفاوض حول صد النهضة غير مجدية. شعبة مصدري الذهب تطالب برغبة صارمة لكشف التلاعب في صادرات الذهب. بسبب نشر خبر مرضها، أسرة وداد بابكر تعادي بمستشفى البراحة. الأمين العام للزكاة يكشف عن قيام مؤتمر التعليم الديني. هاجس التفلتات الأمنية اجتاح الأبيض والمواطنون يستنجدون. ورشة تنويرية حول المشتريات الحكومية وتسوية المنازعات. وزير الري بعد تشغيل صد النهضة لن نشهد فيضانات مجددا. ملتقى لرجال الأعمال السودانيين بأسبانيا. اتجاه لفرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا. البرهان داخل مركب متفقد متأثري الفيضانات بالكلاكلا، وناشطون يرددون أقول يا إنت يا أغرق. ليس من بينها الاستغالة. صالح عمار، نعمل على حزمة حلول لأزمة كسلا. البرهان يفترش الأرض مع المتأثرين بالفيضانات. أكثر من 600 معلم ومعلمة يهددون بمقاطعة أعمال الشهادة السودانية. صالح عمار يتهم أنصار النظام البائد بالتخطيط لفتنة في كسلا. المهدي، البلاد أمام ثلاث خيارات، الفوضى أو الانقلاب العسكري أو انتخابات مبكرة. والجزيرة للمدراء العامين الجدد، كونوا قادة لا مدراء. ترتيبات لإطلاق إذاعة جامعة الجزيرة. الأمين داود، ما يحدث في الشرق مدبر ومخطط. لجان مقاومة، دعمنا لحكومة الثورة مشروط، وإن حادت عن الطريق فإن المدارس ستعود والشوارع لا تخون. اختفاء مصنع معالجة مخلفات تعدين مملوك لموسى هلال في جبل عامر. البنك الفرنسي السوداني يستعرض نتائج أعماله للسنة المالية للعام 2019. مفرح، سياسة السودان الخارجية في العهد السابق مبنية على قاعدة متى دونكم. مبادرة لعقد مصالحة جامعة بين مكونات كسلا الاجتماعية.
وزير الري مطلوب دور أكبر للمراقبين في التفاوض لصد النهضة. إعلام السوداني يصفح نجل الرئيس مبارك بحقائق دامغة حول سودانية حلايب عقب سخريته من تبعيتها للسودان. أرمان يعتذر للشعب السوداني لتأخير إنجاز اتفاق السلام. الفيضان يغمر طريق الخرطوم شندي فوض رملي والخرطوم مدني. انطلاقت عمليات تصحيح امتحانات الأساس بغرب كردفان. أخبار الرياضة. كفر وتر تنشر خطاب تعيين الصوبات رئيسا للهلال. نجم الهلال عصام بلاتيني يخطف الأنظار في الشارع العام. مريخ الفاشر يشارك في افتتاح دورة فقيد الشباب حذيفة بجبل أولياء. شداد يرفض خطاب احتزار الصوبات عن رئاسة نادي الهلال. عمر البكري ليس بالضرورة أن يكون الرئيس القادم صاحب مقدرة مالية. الصوات يضع $1,000,000 لدى الاتحاد لحل مشاكل مجلس الكاردينال مع الفيفا. تقرير بعد التأمين على تعيينه الصوات من المال والأعمال إلى رئاسة الهلال. عمر البكري أبو حراز تلقيت طلبات بالترشيح لقيادة الهلال واحتزرت لشداد. تأكيدا لانفراد الصحة وزارة الشباب والرياضة ننتظر موافقة الصحة لعودة النشاط الرياضي. ما بين قراري الاستقالة والإقالة مجلس المريخ أسبوع حسم الأزمات. شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا وتكرر متابعتنا على صفحة الفيسبوك. ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.